الفنان حسن حسني على قدر حبه للجمهور، إلا إن في قلة قاعدة للسوشيال ميديا دي يعني هدفها الوحيد بس هي إن هي تطلع شائعات. كان بيتعامل إزاي مع مسألة الشائعات، خصوصا إن إحنا عرفنا إنه في الفترة الأخيرة كان بدأ يستاء من الشائعات اللي بتطلع عليه؟ هو بص حياتك، هو في الأول كان بياخد الموضوع هزار، يعني كان حتى يكلمني في التليفون يقول لي ما جيتش تعزي فيا ليه بتاع كده، يعني يهزر، يعني ياخد الموضوع هزار. انما الموضوع ما كتر، وخصوصا في الاشاعه الاخرانيه اللي كانت في شهر 11 2019، دي ضايقته. ليه؟ لان هو دايما بيراهن على حب الناس ليه، وعايش بحب الناس، وهو الناس بتحبه كفنان وما بتقرب منه فتحبه كانسان. ف يعني مش عايز اقول لحضرتك حب الناس بالنسبه له عامل ايه. فكان اخر مره دي ضايقته، يعني قال لي هي الناس زهقت مني ولا ايه، يعني كانت واصله له بالمعنى ده. فدي اللي دي اخر مره اتضايق فعلا منها يعني. وحتى لما عمل في مداخلات مع في بعض البرامج يعني، فقال انا خايف ان انا بقى ما تحصل بجد ان ما حدش يجي يعز فيا يعني. فدي كان الموضوع مضايقه، واخر مره كانت مضايقاه جدا يعني. الحقيقه ان يمكن سمعت الاشاعات كمان، واقول للساده المشاهدين، ضايقت افراد الاسره بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره. وانا يمكن في الحديث قبل التسجيل عرفت يا استاذه فاطمه ان حتى تاريخ ميلاد الاستاذ حسن حسني اللي بيتم تداوله في المواقع هو غير صحيح، لا السنه ولا حتى الشهر. ولا الشهر. فممكن حضرتك توضحي بقى الجزئيه دي، يعني حتى نبقى عارفين التاريخ الميلاد الحقيقي للفنان الكبير حسن حسني رحمه الله. هو تاريخ ميلاده 19/6/1936، يعني هو لسه ما تمش 84 يعني الشهر ده كان المفروض يتم في يوم 19/84 سنه. بالظبط. والغريب انه بيتم تداوله، هما بيكتبوا، سيبك من انهم بيكتبوا 89، احنا مش هنزايد على سنه، انما هو كان ساعات يعملوا احتفالات في عيد ميلاده شهر 10، هو مش في اكتوبر خالص. وهو لانه ما بيحبش الاضواء لا كان بيعلق ولا كان بيحاول يعني كتير. اقول له بابا طب ما تقول لا حاول، مش مهم يعني 10 زي 6 يعني مش فارقه، يقولوا 84 يقولوا 90 يقولوا اللي يقولوه يعني. هو بس كان طالب مني في الاخر ان انا يعني احاول، عشان عندي اصحاب كتير في الاعلام وكده، ان احنا نشوف حل الموضوع شائعات الوفاه بتاعته دي، لانه هو كان بيقلق علينا احنا يعني، والناس اللي يعني احنا بالنسبه لنا ممكن احنا مش قاعدين معاه، فبتبقى الخضه صعبه، وساعات بتحصل الساعه 3 الفجر الساعه 6 الصبح. حصلت معاكم في الشائعات ان انتوا كنتوا بتسمعوا كده؟ طبعا. وفي مره اتصل بيه وهو نايم ما ردش، فبناخد وقت على ما نطمن يعني. فكانت بتبقى بالنسبه لنا يعني بتبقى سخيفه جدا، صعبه جدا يعني. وللولاد يعني، في ناس ما تعرفهمش بيكلموهم يقولوا لهم البقاء لله، فطبعا يقوموا من النوم على البقاء بالله، يعني البقاء لله. طبعا دي كانت بالنسبه لنا حاجه يعني. الجانب اللي حضراتكم بتتكلموا ده مهم قوي، لان الناس اللي بتطلق الشائعات دي على السوشيال ميديا بتتخيل ان هي بتضحك على الجمهور، ما بتبقاش عارفه ان هي ممكن تاذي عيله. يعني لا قدر الله حد يسمع الخبر يتاثر بالخبر، هو نفسه ممكن يتعب او يتاثر بيه بشكل كبير. وحضراتكم بتقولوا ان ده حصل معاكم بشكل شخصي.